بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 35 بعد 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف ألف جيم ميم، مقيم في الرياض. أخونا يقول: إنني أعمل في معرض أكثر من 10 سنوات، وطلبت من صاحب هذا المعرض أن يزيد راتبي، ولكن لم يستجب ولم يزد في راتبي ولا يقدر الظروف. وأكثر من مرة شرحت له ظروفي، وسؤالي هو: هل إذا أخذت زيادة فوق راتبي دون أن يعرف هل أكون آثما؟ وإذا كنت كذلك فماذا أفعل بالمال الذي قد أخذته من هذا المعرض وصاحب المعرض لا يعلم، علما بأنني لا أدري كم قد أخذ؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالأجير ليس له حق على المستأجر إلا الأجرة التي تعاقد عليها، فيجب على المستأجر أن يدفع الأجرة بكاملها ويبادر بدفعها إلى الأجير عند نهاية العمل. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وجاء في الحديث أن 3 يكون خصمهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ومنهم من استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يؤده حقه. وأما ما ذكره السائل من أن أجرته قليلة وأنه طلب من المستأجر أن يزيده فأبى، فهذا راجع إلى المستأجر. إن أراد أن يزيد الأجرة فهذا أحسن، وإن لم يرغب ذلك فالأجير بالخيار، إن شاء أن يبقى عنده وإن شاء أن يذهب إلى غيره. أما أن يبقى عنده وهو يرى أن أجرته قليلة ثم يذهب يأخذ من ماله بغير علمه، فهذه خيانة لا تجوز، وما يأخذه حرام عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. والمستأجر قد ائتمنك على ماله، فلا يجوز لك أن تخونه، لأن ماله أمانة في يدك. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الواجب عليك حفظ الأمانة وعدم الخيانة، ولا تأخذ من مال المستأجر إلا ما أعطاك وسمحت به نفسه. وما دمت قد أخذت شيئا من غير علمه فإنه يجب عليك رده إليه أو طلب المسامحة منه، لأنك أخذته بغير حق. وإذا كنت لا تعرف مقداره فعليك أن تقدره وأن تحدده بالاجتهاد وما يغلب على ظنه، ثم تدفعه إليه أو تطلب منه المسامحة في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، بعض أهل الأموال يتركون أموالهم في أيدي مثل صاحب هذه الرسالة، وإذا مختلفوا معهم أدنى اختلاف صب العامل نقمته على مال صاحب المال وأخذ منه ما شاء، والغريب أن صاحب المال لا يعلم إلا بعد حين، وقد لا يعلم. ما هو التوجيه؟ أحفظكم الله. هذا إهمال من صاحب المال وخيانة من العامل، كلاهما مخطئ. الذي أهمل ماله وضيعه، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال،
والخيانة محرمة كما ذكرنا في الجواب الذي قبل هذا. العامل أمين للمستاجر ومستأمن على أمواله، يجب عليه الحفظ والأمانة وعدم الخيانة. فالواجب على أصحاب الأموال أن يتنبهوا وأن يحفظوا أموالهم وأن لا يثقوا ثقة عمياء بكل أحد، فإن هذا مما يغري ضعاف النفوس وضعاف الإيمان، يغريهم بالخيانة إذا رأوا الغفلة من صاحب المال وصاحب العمل، فإن هذا يغريهم بالخيانة، لا سيما وأنهم يختلطون بعمال خائنين فيلقنونهم مثل هذه الأمور. والأمانة تقل كلما تأخر الزمان، فإن الأمانة تقل وتضعف إلى أن ترفع نهائيا من الناس. الواجب على أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال أن يكونوا على حذر وأن يضبطوا أنفسهم ويرتبوا أمورهم ولا يثقوا من كل أحد. وغالبهم ليس هو من باب الثقة، وإنما هو من باب الكسل وحب الراحة، فيهمل أموره ويخلد إلى الراحة أو يذهب هنا وهناك للنزهة والفرجة ويضيع أمواله بيد هؤلاء. وكذلك العمال إذا رأوا غفلة أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال، فإنهم يعطون لأنفسهم فرصة الخيانة والغدر وانتهاك حقوق الآخرين. الواجب على الفريقين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يقوم كل منهم بما يجب عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. بعض العمال يأتي على أجر معين، ومعلوم أن دخله في العام لا يتجاوز مبلغا معين، ولكن تجده في النهاية يصرف ويحول إلى بلده مبالغ عظيمة تفوق ما اتفق عليه مرات ومرات. هل من كلمة الشيخ صالح؟ نعم، هذا كله نتيجة لما سبق التنبيه عليه، وهو أن أصحاب الأموال يتساهلون في حفظها ويثقون من هؤلاء العمال، فهؤلاء العمال يرتعون في أموالهم ويأخذون منها ويختلسون منها مما يبلغ أكثر من رواتبهم بأضعاف مضاعفة، وتكثر حوالاتهم إلى أوطانهم، مما يدل على أنهم قد غدروا بأصحاب الأعمال وبكافليهم. لأننا إذا قسنا رواتبهم في الشهر وفي السنة لم نجدها تبلغ هذا الحجم الذي يحولونه شهريا أو في فترات مختلفة. فالواجب على أصحاب الأموال أن يحفظوها وأن يتنبهوا، والواجب على العمال أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. لا نقول كل العمال تحصل منهم خيانة، لا، لكن نقول يغلب هذا على بعض العمال، وإلا ففيهم إن شاء الله الأخيار الطيبون. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يثق الثقة العمياء بكل الناس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقول في قضية أخرى: إنني أعمل في نفس المعرض، ويدخل هذا المعرض النساء المسلمات وغير المسلمات، ولا بد من مباشرتهن والحديث إليهن، وأحيانا تحصل الملامسة بالأيدي. وجهوني علما بأنني أكون في بعض الأيام صائما ويحصل ما يحصل، وجهوني جزاكم الله خيرا. أولا ننصح هؤلاء النساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن يحفظن أنفسهن بالحجاب وبالأدب الشرعي، وأن لا يخرجن إلى المعارض أو إلى الأسواق إلا لحاجة ملحة لا يمكن قضاؤها إلا بخروجهن. وإذا خرجنا أن يخرجن متسترات وملتزمات للأدب، وأن يكون خروجهن بقدر الحاجة فقط، بحيث إذا انتهت حاجتهن يرجعن إلى بيوتهن، لأنها هي المأمن لهن. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أشرف النساء وأعظم النساء أمانة وديانة، فكيف بغيرهن من النساء؟ فعليهن أن يتقين الله سبحانه وتعالى، وأن لا يفتن أنفسهن ويفتن غيرهن. فإن أعظم فتنة حصلت في بني إسرائيل كانت بسبب النساء، وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالواجب عليهن أن يتقين الله سبحانه وتعالى في أنفسهن، وأن يتركن هذا التجوال في الأسواق وهذا الخروج المتكرر لا لحاجة إلا لأجل التفرج، أو من أجل أن تعرض زينتها على الناس، أو من أجل كذا وكذا من الأغراض السيئة.
ثم الواجب على أولياء النساء أن يتقوا الله في نسائهم وأن يحفظوهن ويمنعوهن من الخروج إلا لحاجة لا بد منها، وأن يخرجوا معهن ليضبطوا الأمر قبل أن ينفلت من أيديهم. تكون لهم رعاية ورقابة على نسائهم لأنهم رعاة عليهم ومسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن رعيتهم. ثم الواجب عليكم أيها التجار وأصحاب المعارض والعمال فيها التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا رأيتم من امرأة تساهلا أو فتنة فلا يجوز لكم السكوت على ذلك، بل الواجب أن تنكروا عليهن وأن تمنعهن من هذا التلاعب، وعليكم بغض البصر وعدم المباسطة في الكلام. ولا يجوز للرجل أن يمس يد امرأة لا تحل له. الواجب عليك أن تكف يدك وأن لا تلامس المرأة الأجنبية أو تصافحها، بل الكلام معها بدون حاجة والكلام المريب محرم، فكيف باللمس والمصافحة أو غير ذلك؟ نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود في هذا اللقاء إلى رسالة بعث بها مستمع يقول: أخوكم في الله إياد أبو صلاح. الأخ إياد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل ويقول: كثير من النساء هداهن الله يذهبن إلى المشعوذين أو الحجاب حتى يعملوا حجابا للزوج أو للزوجة، ثم يفرقون بين الزوج وزوجه. هل من كلمة ونصيحة لهؤلاء جزاكم الله خيرا؟ هؤلاء المشعوذون وجودهم في بلاد المسلمين بلاء وفتن، وجودهم شر على المسلمين، وهم أخطر على المسلمين من الأمراض الفتاكة والأوبئة القاتلة. هم أخطر من المخدرات والمواد المحرمة لأنهم يفسدون العقائد. الواجب على المسلمين أن يمنعوا هؤلاء. الواجب على ولاة الأمور وعلى رجال الحسبة وعلى العلماء وعلى عموم المسلمين أن يتظافروا في منع هؤلاء وإبعادهم من بلاد المسلمين. لا يجوز الذهاب إليهم ولا سؤالهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث آخر: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والسحرة كفار، السحر تعلمه وتعليمه كفر، والساحر كافر يجب قتله ولا يستتاب لأنه من المفسدين في الأرض. لا يجوز بقاؤهم في بلاد المسلمين، ولا يجوز الذهاب إليهم، ولا يجوز سؤالهم وتصديقهم، ولا يجوز التعامل معهم بأي وجه من الوجوه. فمن ذهب إلى ساحر وطلب منه أن يعمل السحر وأن يعمل التفريق بين الزوجين أو الجمع بين الزوجين فإنه يكون قد رضي بالسحر وأمر به، ومن رضي به وأمر به صار حكمه حكم الساحر والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من حضرموت، وباعثها مستمع يقول: ألف جيم دال أبو معاذ. أبو معاذ يقول في سؤال الله: في مسجدنا إمام يقوم بالأذان وهو جالس، مع العلم أنه قادر على القيام، وكثر الكلام عن هذا الموضوع، ومن الناس من يؤيد ومنهم من لا يؤيد، نرجو منكم تصويبنا في قضيتنا هذه جزاكم الله خيرا. الأصل في الأذان أن يكون الإنسان قائما، لأن هذا أبلغ في الصوت، ولأن هذا هو الذي وردت به السنة. ويجوز للإنسان أن يقعد ويؤذن وهو جالس، لا سيما إذا كان هذا من عذر كالمريض والمقعد، ولكن إذا بلغ الحال إلى هذا الحد وأنه لا يستطيع أن يؤذن وهو قائم فينبغي أن يوكل من يؤذن حتى يستطيع القيام فيؤدي الأذان وهو قائم. وإذا وصل الإنسان إلى حالة العجز المستمر بحيث لا يستطيع الوقوف بصفة مستمرة فينبغي أن يستبدل بمؤذن قادر على أداء الأذان وهو قائم، إلا ألا يوجد غيره. إذا لم يوجد غيره فلا بأس. على كل حال الأذان يصح من الإنسان وهو جالس، ولكن الأولى والأحسن أن يؤدى من قيام، لأن هذا هو الذي وردت به السنة وهو أبلغ في الصوت. وإذا عجز الإنسان عن القيام فإنه يستبدل بمؤذن قادر على القيام، لكن لو أذن وهو جالس فأذانه صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عن ذلكم الإمام: إنه يقيم المولد وليلة النصف من شعبان، وهناك
هناك من يقوم بتشجيعه على ذلك، ومن الناس من لا يستحسن. وجهونا جزاكم الله خيرا. إقامة المولد وإقامة حفل في ليلة النصف من شعبان، كل هذه بدع محدثة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان، ومن كان يقيمها فإنه لا يجوز أن يكون إماما للناس، لأنه يصبح قدوة لهم يقتدون به في هذه البدع، لأن الناس يقلدون الإمام ويرون أن ما يفعله فهو جائز. فمثل هذا لا ينصب إماما في المسجد، يجب أن يناصح وأن يبين له الحكم الشرعي، فإن التزم الحمد لله، وإن لم يلتزم فيجب فصله من الإمامة وتنصيب إمام عامل بالسنة متجنب للبدعة. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، يعني ليقتدى به. فالإمام قدوة، فإذا كان مبتدعا كان هذا سبب لنشر البدعة، وإذا كان ملتزما بالسنة كان هذا سببا في إحياء السنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقول عن ذلكم الإمام: إنه لا يطمئن في الصلاة ويعجل فيها، ولا تحس أنك تصلي، وكذلك القراءة من كثرة السرعة لا يفهم. كم نصحناه ولكن لا من يستمع. نرجو منكم أن توجهونا على الخير والدعاء لذلكم الإمام لعله يتجه إلى الحق، جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي هذا الإمام وجميع المسلمين لقبول الحق والعمل به والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا بلغ الحال بهذا الإمام إلى الإساءة في الصلاة وعدم الطمأنينة والإخلال بالقراءة، فإنه يجب عليكم بعد مناصحته أن تتقدموا إلى الجهة المسؤولة عن المساجد لاستبداله بغيره، وألا تستمروا معه بعد مناصحته واستمراره على الإخلال بالصلاة، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالطمأنينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا يصلي ولا يطمئن في صلاته أمره بإعادة الصلاة، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعاده فقال له: صل فإنك لم تصلي. كرر ذلك 3 مرات، كلما جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل فإنك لم تصلي، حتى قال الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، وفي كل مرة يقول: حتى تطمئن راكعة حتى تطمئن ساجدة حتى تطمئن جالسة، ثم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة لما كان لا يطمئن فيها، فدل على أن الذي يصلي بدون طمأنينة أن صلاته غير صحيحة، تجب عليه الإعادة. وكذلك القراءة، إذا قرأ الفاتحة قراءة تخل بها أو بإسقاط شيء من حروفها أو أشكالها الإعرابية فإنه لا تصح منه قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فمن أخل بقراءة الفاتحة لم تصح صلاته إلا إذا كان لا يستطيع غير ذلك. فمثل هذا الإمام لا يصلح استمراره في الإمامة، وهو لا يطمئن في الصلاة ولا يقرأ قراءة صحيحة. والواجب عليكم أن تتقدموا إلى الجهة المسؤولة عن المساجد لاستبداله بإمام صالح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا بالإضافة إلى أنه كما ذكر في الأسئلة السابقة الشيخ صالح أنه يهتم بالموالد وصيام النصف من شعبان وما أشبه ذلك، كل هذه آفات المستعان تجعله لا يصلح للإمامة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: أنا أخوكم في الله من المدينة المنورة، أسأل هذا السؤال: كنت في المدينة المنورة ومسافر إلى جدة، وكنت أنوي العمرة، وعندما ركبت السيارة اتفقت مع السائق أن يقف عند الميقات، ولكن السائق لم يقف عند الميقات، وعندما سألته هل وصلنا الميقات أم لا قال: لقد تعدينا الميقات بمسافة، وكان معه إخوة سعودية، قالوا لي: سوف نصل جدة قبل نصف الليل، اجلس في جدة حتى الصباح وتعتبر مقيما فيها، ثم أحرم من جدة. وأحرمت من جدة، فهل العمرة صحيحة أم ناقصة أم يجب علي شيء، جزاكم الله خيرا؟ العمرة صحيحة إذا أديت مناسكها من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، وهي صحيحة، ولكن تأخيرك الإحرام من الميقات
إلى أن وصلت إلى جدة وأحرمت من جدة هذا خطأ، لأنه يجب عليك أن تحرم من الميقات. فما دمت قد أحرمت من جدة يكون عليك فدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئا، وإن لم تستطع الذبح فإنك تصوم 10 أيام. نعم. جزاكم الله خيرا. الذين قالوا له إن إقامتك في جدة لمدة الليلة تعتبر من المقيمين فيها، هل هم على حق يا صالح؟ هذا غلط كبير، هذا جهل منهم. اللهم استعان. ولا يجوز للجاهل أن يتكلم في الأحكام الشرعية وأن يفتي. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والله سبحانه وتعالى جعل القول عليه بلا علم عديل الشرك. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمثل هؤلاء أخطأوا وضللوا هذا السائل وركبوه الخطأ، فعليهم الإثم في هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.